وفي شمال شرق الموصل أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تمكنه وبإسناد من القوات الأمنية من باقي التشكيلات من التقدم باتجاه قرية باجوايا الواقعة بين منطقتي برطلة وبعشيقة. وقال قائد قوة مكافحة الإرهاب في عمليات نينوى اللواء الركن معن الساعدي إن هذه المنطقة تعد مركزا حيويا يربط تلك المناطق، وإن القطاعات العسكرية الآن على مشارف قرى باجوايا، مؤكدا استمرار العملية العسكرية في التقدم باتجاه الموصل. تم السيطرة وتطهير عدد كبير من القرى وقطاعاتنا حاليا على مشارف باجوايا. اليوم العدد كبت خسائر كبيرة بالأشخاص وخسر، دمرنا 4 إلى 5 عجلات مفخخة، بالإضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات وقتل ما لا يقل عن 25 إرهابي لحد هذه اللحظة، والعملية مستمرة إن شاء الله، وقريبا ستكون قطاعاتنا في مدينة الموصل إن شاء الله. تقدمنا تقدم كل كبير، وحاولوا يدخلون بالأنفاق انتحاريين وطلعونا بوسط منتصف الليل، والحمد لله والشكر احنا تقدمنا مستمر، والانتحاريين والمفخخات يعني ما وقفنا بوجوهنا. احنا جايين نحاول نطلع العوائل اللي داخل المنطقة الأكبر والمنطقة اللي بعدها، يعني جايين نطلع حتى تبعد الخطر عن العوائل، حتى تبقى المعركة احنا وياهم.